اهلا بكم من جديد مشاهدي زملكاوي في كل مكان. وصلنا للجزء الثاني من حلقتنا، الجزء الحواري، في ضيافتنا ومشرفنا ومنورنا واحد من النجوم الموهوبين جدا، نجم نادي الزمالك السابق احمد المرغني. يا كابتن احمد شرفنا، منور. ربنا يخليك، انا متشرف ان انا موجود معاكم وموجود في قناه نادي شرف الزمالك. لينا دايما، بتبقى تواجدك كده بيبقى مهم جدا وبيبقى معاك كل جديد. اظن يعني النهارده انت معاك في جعدتك الكثير. شويه. طيب في البداية كده، شفت بقى نادي الزمالك ازاي؟ في البداية كده تقول لي رأيك، شفت القصة ازاي لحد اليوم الاثنين؟ كلام كتير جدا وأقاويل اتقالت وتسريبات وشائعات ان في تسريب لان اللعيبة هيروحوا معسكر، فيلم كده، وفي الآخر نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك تمسكت بقرارها ان لم يتم تحقيق المطالب، نادي الزمالك لن يستكمل المباريات. بالظبط. لا انا يعني قلبا وقالبا اكيد كنت مع بيان نادي الزمالك، بالعكس انا كنت اتمنى ان نادي الزمالك يعمل بيان ده بدري شويه كمان عن كده. صحيح. يعني كنت شايف ان احنا لا بدري شويه عن كده. ده رد مهم جدا على فكره على بعض الناس يا كابتن احمد، لان الناس تقول لك طب نادي الزمالك بيطلب ليه؟ لا، من حقه يطلب طالما حقه. بالظبط. انا مش هجادل في الغلط واقول ان نادي الزمالك طلب في الوقت المناسب، لا عادي جدا لو تاخر، ولكن التأخر لا يعني ان انا ما طالبش بحقي. بالظبط. انت لو عايز تحاسبني حاسبني على المطالب دي، هل هي شرعيه ولا لا؟ صحيح. اتاخر ما اتاخرش ده جمهوري اللي يحاسبني عليه. صحيح. لكن شرعيه مش شرعيه دي حقك تحاسبني عليه. ولو المطالب دي ما كانتش شرعيه، ما كانش الجهات اللي احنا بنتعامل معاها او اللي احنا بنخاطبها، ما كناش هنسمع ان كل شويه بيتقدم تنازل جديد لمصلحه نادي الزمالك بسبب الضغط بتاع نادي الزمالك. فده ياكد لك ان هي مطالب شرعيه ومن حق نادي الزمالك. لما اتقال ان الزمالك هيلعب ومش عارف ايه، اتضايقت. يعني مش هضحك عليك، اتضايقت جدا، ويعني ما كنتش اتمنى ان نادي الزمالك ان هو يطلع القرار وانه قبل الماتش بيوم ان هو يرجع فيه، ولكن الحمد لله يعني خيبوا ظني، وانا مبسوط ان انا الاداره خيبت ظني والحمد لله. انت سمعت زي اللي سمعه يا مرغني؟ اكيد انت سمعت وقمت طالع على طول شديت الرحال وشغلت الكاميرا ودوست. نادي الزمالك بالنسبه لي انا حاجه كبيره جدا. ونادي الزمالك بالنسبه لنا، مع احترامنا لكل الرموز ولكل الناس اللي موجوده، اهم من اي حد. بالظبط. اهم من بالزبط. اي شخص يعني. بس بمناسبه الحته دي، انا يعني في ليا طلب صغير كده لمجلس الاداره. احنا من زمان او في العصر الحديث في الفتره الاخيره ما شفناش توافق على مجلس اداره زي اللي موجود دلوقتي. صحيح. سواء في المدرجات او الجمعيه العموميه، وحط تحت دي 100,000 خط. صحيح. فما حصلتش من فتره كبيره. جمهور نادي الزمالك كله في ظهر المجلس وبيسانده تحت اي، بص لو هنروح فين كلنا معاهم. جميل. في سبيل ان هم يتمسكوا بقراراتهم ونفضل مكملين. بص لو قرروا نادي الزمالك مش ينزل درجه 4، ينزل درجه 50، احنا مع نادي الزمالك وهنفضل طول عمرنا مع نادي الزمالك. فالطلب او الرجاء يعني بالنسبه لي كواحد من جمهور نادي الزمالك بعيدا عن اي حاجه تانية، ان احنا نكمل في طلباتنا اللي هي حقنا، وجمهور كله في ظهركم، ما تقلقوش من اي حاجه. طيب قبل ما نكمل كلامنا، في حاجه وردت الينا ان اثير ان نادي الزمالك لو لم يسدد مستحقات خالد بوطيب لحد يوم 30 يونيو اللي هو كمان كام يوم، نادي الزمالك مش هيحصل على الرخصه المنوطه بمشاركه نادي الزمالك في الكونفدراليه الافريقيه. هذا الكلام ليس له اساس من الصحه، ونادي الزمالك يحق له طبقا للائحه تجديد رخصه المشاركه في البطولات الافريقيه، لانه ليس لديه اي مديونيه واجبه السداد لخالد بوطيب حتى تاريخ 31 مارس، وان المديونيه بتخص شهر ابريل، وذلك طبقا للائحه يحق لنادي الزمالك الحصول على الرخصه. يمكن انت شفت تصريحات لبعض الناس، وده نص الخطاب يعني، احنا ترجمناه لكم وفيما معناه، وده نص اللايحة أو البند 60 من اللايحة اللي بيتخلله البند رقم 63. فده كله معناه وفحواه إن نادي الزمالك ما عندوش مشكلة في المشاركة الإفريقية والحصول على رخصة المشاركة الإفريقية، مع إننا شفنا قبل
مباراة القمة لنادي الزمالك ساعتها ما شافش ان مطالبه اتحققت ولم يستكمل المباريات. شفنا ان دي من الحاجات اللي تم تمريرها، مش فاهمين ليه ترهيب نادي الزمالك مساومة، لتهديد لمساومة. انت شفت القصة دي ازاي؟ مساومة ملهاش حل تاني. هم خايفين من قرار نادي الزمالك ان هو ما يلعبش او ما يكملش، فبيديك يعني. القصة بدأت ازاي؟ ان في احد الاعضاء في الرابطة او في مجلس ادارة الاتحاد الكورة طلع قال كلام مش حلو على نادي الزمالك، طلع بعديها اعتذر. حلو. لما نادي الزمالك تمسك بقراره وفضل مكمل، بعديها طلع قال لك مستحيل. ده كلامك على ثروت سويلة بالظبط المدير التنفيذي. طلع بعد كده قال برضو مستحيل الانديه الكبيره اللي زي نادي الزمالك ان هي تنزل للدرجه الادنى. وكل ده برضو ليه؟ بسبب ان انت مجلس اداره قوي تمسكت بقرارك. صحيح. زي ما قلت لك احنا شايفين في المجلس ده مش بس قامات رياضيه كبيره كانت موجوده في نادي الزمالك، لا دي ناس مننا، ناس زينا بتشجع نادي الزمالك، واحنا كنا شايفين، انا عضو جماعه عموميه بالمناسبه، كنا شايفين فيهم هو ده مجلس الاداره اللي هيجي بعد فترات طويله كان بيحصل خذلان لينا كجمهور، هو ده اللي هيعرف يجيب لنا فعلا حقنا. عشان كده احنا معاهم وفي ظهرهم تحت اي ظرف وتحت اي حاجه عشان حق نادي الزمالك. حلو. شفت ازاي المطالب الاربعه اللي طالب بيها نادي الزمالك؟ حقنا. ما هي دي الفكره. انت جاي لو هي مش حقي هتساومني ليه؟ صحيح. انا بطلب حاجه مش من حقي. لا يا باشا ده مش من حقك، انا قراراتي هاخدها وفي لائحه بتحكمني فانا همشي. لكن عشان في عوار في اللائحه، علشان كان في توازنات كانت بتحصل، فمش عارف ان هو يقول لك لا انت ما طلباتك دي مش من حقك، فبيعمل ايه؟ بيساومك من حتت تانية حتى لو الحاجات دي مش حقيقيه. زي ما انت شفت وقلت اهو، يعني اتقال لنا ان الزمالك مش من حقه يلعب في الكونفدراليه، طلع في الاخر ايه الخبر اهو ان احنا من حقنا نلعب في الكونفدراليه. وقيس على كده حاجات على مدار التاريخ، مش بتكلم عن الموقف ده، على مدار التاريخ هتلاقي حاجات شبه كده كتير. يعني هتلاقي دلوقتي بيتقال لك ايه برضه عشان يضغطوا على الناس، لا ده احنا ممكن ينزل درجه رابعه. وهل في حد يقدر ينزل الزمالك درجه رابعه؟ ولنفترض ده هيحصل، هل انت كده مثلا هتخلي الجمهور يقلب على مجلس اداره؟ لا. طالما الجمهور، بص هقولها لك تاني، طالما جمهور نادي الزمالك شايف ان اداره نادي الزمالك بتجيب حقها من اي حد ايا كان عواقب القرار ده، هتلاقي بص مسانده غير طبيعيه. فمش دي الحاجات اللي هتعكر الصف. يعني بالترتيب كده ناخدهم، ان الاستاذ ثروت سويلم قال ان نادي الزمالك ممكن يهبط درجة رابعة، وقال كمان ان في غرامات مالية على نادي الزمالك بالزبط لو ما لعبش المباراة. لا وقبلها كان قايل كلام مش بعدها قال ان نادي الزمالك بعيد عن المشاركة، وقال نادي الزمالك بيتكلم ليه كل ده كلام. اول حاجة بالظبط، فانت راجل موجود في مكان انت مش فاهم معناه. لا ولما تسأل انت مفيش احترافية حتى في تناول اي امر. لما تسأل على اللايحة على الهوا قال معرفش. طب انت ازاي مسؤول ومش عارف؟ طب انا لو اتسالتني على اللائحه قلت ما اعرفش، ده طبيعي. طبيعي. انا لو اتسالت انا مثلا تمام، مع ان الحمد لله ممكن الواحد يبقى على درايه باللوائح وبعض بنودها، ولكن انا لا معليش اي شيء لو انا قلت ما اعرفش. لكن انت المسؤول عن ده وتتسائل وتقول ما اعرفش؟ طب يا سيدي خد عندك، نادي الزمالك ما ينفعش يتغرم ماليا، لان اللائحه بتقول إن لو في غرامة مالية لابد أن تعلن قبل بداية المسابقة، وده لم يحدث. يعني لائحة المسابقات ما قالتش إن في غرامة مالية بقدر مثلا 10,000 جنيه على اللي ما يلعبش مباراة، ما تقالش رقم، فبالتالي نادي الزمالك مش عليه غرامة مالية. يرجع نفس الشخص يعتذر، بيعتذر عشان اللي انت قلته أميجا، اللي هو حس بقوة مجلس إدارة نادي الزمالك التصميم على وإن القرار، وإن الجمهور كله مساند للقرار. صحيح. كل جمهور الزمالك، خلينا نقول 99% عشان ما يبقاش برضه، أكيد في ناس ممكن تكون ليهم رأي تاني، بس الجزء الأكبر من جمهور نادي الزمالك كان في ظهر المجلس ولا زال في ظهر المجلس. صحيح. في قراره إن هو يكمل فيه. فضغطك
وان انت تكمل في حقك ده خلي بالك هقول لك على حاجه، المنظومه كلها اتكشفت بسبب مطالب نادي الزمالك. صحيح. كام نادي وقف جنب طلبات نادي الزمالك وشايف ان هي طلبات شرعيه؟ هل ده لو نادي الزمالك على باطل كان كل الانديه دي هتبقى مع نادي الزمالك؟ واحنا شفنا قبل كده مثلا، هل انتوا بتستهينوا بنادي الزمالك كقوه في الكره المصريه؟ احنا كنا بنشوف قبل كده لما قرارات شبه دي كانت بتتاخد كان المطالب بتمشي وكله بيعدي. انا اللي بشوفه بيستهين بقوه نادي الزمالك شخص مختل، ده مليون في الميه ملهاش حل تاني. مع احترامنا لاي حد شايف ان نادي الزمالك مش قوه وليه صوت في الشارع الرياضي المصري، بص هتفضل الكوره في مصر نادي الزمالك والنادي الاهلي. حتى بص هنفضل ننكش في بعض، والنادي الاهلي مثلا ما يخسر نفضل نهزر مع اصحابنا، وهم برضو لما احنا نخسر بس هتفضل حقيقه واحده ان هم الناديين دول هم الناديين الاكبر في مصر وفي افريقيا. حتى لو في دروب يعني نادي الزمالك بقاله كام سنه ما خدش دوري ابطال افريقيا؟ كتير، من 2002 لغايه دلوقتي ما فيش فرقه عدته في البطولات. فده يبين لك انت قد ايه يعني بعد الاهلي ما كسر الحاجز بتاع نادي الزمالك اللي هو 5 بطولات وكان اكتر نادي واخد البطوله لحد 2002. بعدها شفنا سنين عجاف مع نادي الزمالك وتغيير مجالس ادارات ولجان معينه وفي الموسم الواحد لجنتين معينين وثلاثة وحاجات غريبه جدا، لجنه تيجي 3 شهور وبعدها لجنه تيجي 6 شهور. احنا في سنه 5 مجالس ادارات وفي سنه 5 مجالس اداره. فاحنا كنا في سواد يعني، كنا عايشين سواد. ولذلك انت الفترة دي اتضرب المفك في استقرار نادي الزمالك بالزبط. من بعد البطولة الخامسة لنادي الزمالك خلاص انت مش هتشوف حاجة تاني بالزبط. مجالس معينة وخناقات وقصص وحوارات، والناحية التانية استقرار تام، وكالة الأهرام للإعلان، حاجات كتير جدا تهيأ لك ان انت الخمسة دول اللي انت كنت واخد امامهم 3، فانت لا انت دوس بقى وزود بنزين، واحنا هنعطل نادي الزمالك بقرارات اداريه بحاجات كتير جدا. المنافس نفسه بيعترف انه الحاجات دي بتحصل معاه هو فقط، ما بتحصلش مع باقي الانديه. شايف ان ده حق مكتسب ليه؟ لا لا خالص، ما بيعترفش خالص. انا ممكن اكون اختلف بقى معاك في الحته دي. هو شايف ان ده الطبيعي، هو الطبيعي. هو بالنسبه له ده الطبيعي. ف ما بقول لك شايفه ان حق مكتسب ليه، ان هو عادي انا اتخدم انت لا. بالظبط. هو مش شايفها كمان خدمه بالمناسبه يعني، هو شايف فرض واجب. بص هو ما فيش شك ان هم منظومه مستقره بقى لها فتره، فالاستقرار ده بيديك قوه على ارض الواقع او صحيح. في الحياه. ولكن لما ساعات بيجي ان في حاجه ممكن تهز استقرار، بتيجي في عوامل خارجيه بتحافظ لك على استقرارك. العوامل الخارجيه دي ما كانتش بتيجي لنادي الزمالك عشان تحافظ على استقرار، ده الفرق. بالظبط، هو هي دي كل الفكره. شايف ان موضوع المباريات المؤجله ده، وهو الكاف بيبعت لك جواب عشان تقول الانديه المشاركه، فانت تقول الدوري بتاعها هيخلص بعد 30/6 او بعد شهر 7، فانت مش هتلحق تقول له مثلا زي ما حصل في 2021 2020 2021 وتقال بطل الدوري والوصيف سهل اهي، يخلص الدوري هتبقى عارف مين اللي هيشارك في دوري الابطال. الدور الأول. لا قال لك الدور الاول. طب الدور الاول يا سيدي في مباريات مؤجله العبها، انت اللي بتقول حيثيات الفرق اللي هتشارك في افريقيا، وانت اللي مبوظ الترتيب في المباريات ومش عايز تخلص الدور الاول. الدربكه اللي احنا فيها دلوقتي سببها ايه؟ سببها ان احنا الدوري بتاع 2019 2020 لما حصلت الكورونا في العالم كله، الدوريات التانية كملت علشان هم قاطعين شوط كبير جدا في الدوري بتاعهم، فاللي فاضل لهم 3 مباريات 4 مباريات. في حاجات قطعت. الدوري الالماني كان فاضل 7 مباريات. اللي فاضل لهم حاجات بسيطة تعرف تخلص، حتى لو هيزودوا مثلا في فترة الدوري اسبوع ولا 2 فملمومة. طب اقول لك على حاجة، في دوريات عربية كان فاضل لها 9 مباريات و12 مباراة ولغوا الدوري. لانه حس ان هو لا كتير مش هنقدر نكمل. احنا كان فاضل عندنا 18 مباراة وصممنا نكمل. انت هنا في مصر عملت ايه؟ جبت اتحاد الكوره عندك جاب الانديه، تعالوا نقعد ونشوف هل الدوري ده هيكمل ولا مش هيكمل، وهنعمل تصويت. في 15 نادي
قال لا احنا مش عايزين نكمل الدوري. وجي ثلاث انديه قال لك لا احنا عايزين نكمل. الطبيعي طالما عملت تصويت يبقى انت عايز الأغلبية. تاخد راي الاغلبيه عشان تنفذ القرار ده. حلو. الاغلبيه في المره دي كانت للتلات انديه عشان معاهم حق الفيتو. تقريبا كل نادي كان داخل ب 20 نفر. تمام. ففي الاخر خد رقم. طب انت جبت الناس وقعتها وخدت رايهم ليه؟ طالما انت كنت جبت الشخص المعني اللي انت مستني الاذن منه وتساله على طول بدل ما تجيب الناس وتعمل لنا فيلم هندي تضحك بيه علينا كلنا. وفي الاخر كمل. ولما الناس قالت ان يا جماعه الدوري ده لما هيكمل هيأثر علينا لسنين كتير قدام، مفيش. وصلنا للي احنا وصلنا له ده، ان انت عشان تحدد الناس اللي راح افريقيا بتحدد على الدور الاول. وتخيل انت لغايه دلوقتي الدور الاول لسه ما خلصش. يعني انت متخيل لحد دلوقتي ان الدوريات حتى اللي في شمال افريقيا الدوري المغربي والدوري التونسي الحاجات ده خلص؟ خلص وانت ما خلصتش دور اول. وانت ما خلصتش دور اول. طب تخيل يا سيدي الفاضل ان احنا بدانا الدوري امتى؟ في نص شهر 9 السنه اللي فاتت، ولحد النهارده ما خلصناش الدور الاول، وعايزين ننهي الدوري كمان شهر ونص. يعني 9 شهور ما خلصتش دور، وعايز في شهر ونص تخلص الدور الثاني والمؤجلات بتاعت الدور الاول. بالظبط. اديني عقلك. بص احنا بنحط اللايحه ليه؟ عشان نمشي عليها ولا عشان نكسرها؟ عشان نكسرها. خليني اقول لك مثال على في نادي مصر هنا في الكره المصريه عشان نكسرها. خليني اقول لك على مثال لنادي الزمالك. اتفضل. شوف بقى عشان ابين لك ان انا ايه هحاول اكون ما اجيش على طرف قوي. ماشي. قبل النهائي سواء دوري الابطال او الكونفدراليه كل فرقه خدت اسبوع. صح؟ طب انت حاطط في اللايحه ثلاث ايام او اربع ايام تقريبا. مش فاكر اللايحه فيها النهائي ولا لا، بس الطبيعي تقريبا ما فيهاش. هي ثلاث ايام او اربع ايام. اربع ايام دي لو انت لو هتسافر بره، لو ثلاث ايام لو انت على ليه تدي الزمالك والاهلي اسبوع؟ بيلعبوا باسم مصر على عيني وراسي. بس احنا عندنا حاجه اهم عايزين نخلصها. هستفاد ايه لما الدوري بتاعي يقعد كل ده؟ شوف انا بقول لك حتى نادي الزمالك. صح. مش بقول لك لا ده حقيقي. ليه تديهم اسبوع؟ انت عامل قايمه 30 لعيب عشان لا قدر عندك اصابه، عندك حد مجهد، عنده مش عارف ايه، عندك ضغط مباريات عادي جدا من غير اصابات تقدر تلعب. بالزبط. ناس في الدوري وناس في افريقيا. بالظبط. مش عايز تاجل بقى على الكيف. قلل لي القايمه دي بقى ل 25 وقلل لي عدد فرق الدوري وادي اجازات براحتك. صحيح. طالما مش هتعرف تعمل بسيستم ونظام خليها سداح مداح. عارف المشكله في ايه كمان؟ لما بيبقى في مثلا ماتشين في افريقيا رايح جاي او في دور مجموعات، بيبقى في مثلا ماتشين ما بينهم 10 ايام وفي ماتش في الدوري في النص. الماتش اللي في الدوري في النص ده يتأجل لحد معين لناس معينه. نادي الزمالك يلعبوا، بيراميدز يلعبوا، اي نادي تاني يلعبوا، في نادي وحيد هو اللي ما بيلعبش ده. تلاقي واخد 15 يوم قبل ماتش في البطوله القاريه، 10 ايام في راحه مثلا استعدادا لمباراة في البطولة القارية. فتلاقي المعايير مختلفة، مفيش ميزان. الميزان في كفة، هو انت شايفه كده الميزان المفروض الكفتين قدام بعض؟ لا، انت شايف الميزان في كفة طبة والباقي كله بقى ايه؟ ربنا يتولاكم. انت لعبت في الكونفدرالية، لعبت مع فيوتشر ماتش ذهاب وعودة، صح؟ صحيح. كان فرق تقريبا بينهم اسبوع او 10 ايام. اسبوع. صح، اسبوع. اسبوع بالظبط. نفس القصة، الاهلي وطلع الجيش هيلعبوا في الدوري دور اول تاني في اسبوع. ولا اكنها بطوله بخروج المغلوب. ايوه. هل ده دوري؟ هل ده شكل دوري؟ لا طبعا. فاركو تقريبا برضه نفس القصه، هيلعب اهلي وزمالك بقى. هيلعب الاثنين. بقول لك فاركو ده اللي حالته حال. فاركو هيلعب اربع ماتشات، ماتشين مع الاهلي، ماتشين مع الزمالك، والموضوع معايا عيني صعب في ظرف ثلاث سنين. دي فرقه بتنافس على الهبوط تقريبا. هيدشمل يعني. فانت متخيل الفرقه دي هتبقى عامله اربع ماتشات مع اكبر ناديين في مصر. وهو بينافس، هل ده فير يعني لو هتقارنه مثلا ما بين الفرق الثانيه، هل ده فير؟ ما هو كده المفروض يعني تحط له كذا ماتش ثاني في النص على الاقل يلعب الناس. لا بالترتيب، يعني لاعب فرقه عاديه، فرقه في وسط الجدول، فرقه في المقدمه، فرقه كبيره، فرقه شعبيه، عشان فرقه جماهيريه. الفرقه فرق اللي بينافسها دي يعرف يلعبهم، يكسب، ياخد منهم نقطه، يكسب ماتشات. لكن انت بتقول له الاربع ماتشات بخ، انت الحمد لله على السلامه، انت هبط اول الهابطين. علشان كده زي ما بقول لك في اكتر من نادي واقفين. لا طبعا احنا بنقول كده مجازا يعني. يعني بص هذه حاجه بتاعت ربنا اكيد. بس عشان كده اكتر من نادي واقف ورا طلباتك، شايف ان هي طبيعيه. في رئيس نادي انبي قال لك احنا اللي غلطانين من الاول، اللي احنا وافقنا
على كل العك ده. وفعلا لو هتلوم، لا تلوم الانديه. يعني انت جاي بتشتكي دلوقتي، انا معاك متاخر بس ليا حق فهشتكي. بقى اشتكينا بقى، هل المفروض تلومني على غلطه كبيره انت عملتها؟ فهي دي الفكره. احنا ماشي، انتوا عاوزين توصلوا الدوري السنه دي لغايه فين؟ هل بالمنظر الجدول ده انت متوقع انه يخلص فعلا في شهر 8؟ مفيش نادي، مفيش نادي اي نادي هيرجع يشتكي مثلا من ضغطه الماتشات؟ لا في طبعا، ان الانديه المتنافسه دلوقتي على الدوري اللي هم بيراميدز والاهلي، لو فرقه فيهم حصل لهم دروب ولا حصل كام لعيب اتصفوا في ضغطه الماتشات دي هيسكتوا؟ لا طبعا. شكرا. انت بتتكلم في عدد الماتشات اصلا في الوقت ده، انت مش هتاخد 3 ايام، انت هتاخد 48 ساعه تلعب ماتش، 48 ساعه تلعب ماتش، 48 ساعه تلعب ماتش عشان تقدر تخلص الدوري في الميعاد اللي انت قلت عليه. وده مستحيل يحصل، انت سايب السنه كلها وعمال تدي في تاجيلات، سايب 8 شهور على كيف بمزاجك وبتدي تاجيلات بمزاجك، وعايز تضغط الناس في 23. في ناس فاضلها 23 ماتش، في ناس فاضلها 20 ماتش، هتلعبهم ازاي في شهر ونص؟ السؤال الاهم بقى، هل نادي الزمالك لما كانت انديه تانية بتطلب الطلبات بتاعته وبتهدد بالانسحاب، هل المعامله كانت بالمثل ولا لا؟ انت ايه رايك في انت ايه رايك الاول قبل انا ما اقول؟ لا والله لا تقول رايك، انا مش هسيبك غير لما تقول رايك النهارده. ما فيش مقارنه اصلا ما بين المواقف، وفي مواقف ودلائل بالظبط. زي انت عندك سنة 1930 مثلا كان في ماتش ما بين النادي الاهلي والنادي المصري في بورسعيد في قبل نهائي كاس مصر. مش فاكر، النادي المصري تقريبا نزل متاخر على الماتش، فالماتش خلص في الوقت الاصلي 1-1، فالمفروض الماتش هيكمل. فجه الحكم والنادي الاهلي قال لك لا مش هنكمل علشان عندنا ميعاد قطر. تمام، عندنا ميعاد قطر، تذاكر هتتلغي ساعتها. ماشي، فماشي، قال لك الماتش هيتعاد، المصري يوافق، اللي المفروض ملوش دعوه، انا ماليش دعوه، انا موجود في ملعبي، قطر مش قطر ما هنعديها. لكن الفكره مش هيتعاد بس، هو هيتعاد فين؟ في القاهره. يعني الماتش في بورسعيد يوم ما يتعاد، يتعاد فين؟ في بورسعيد، صح؟ لا، يتعاد في القاهره. لما النادي المصري اعترض اعتبروه منسحب وخسر 2-0. هيقطعوا نفسهم يعني، لازم. فدي حاجه، ده انت جاي لي كده في تاريخ انسحابات، لان الناس برضو اتكلمت على الانسحاب وانت ازاي هتنسحب. وقبل مباراه يوم الثلاث الناس كلها كانت بتكلمك في ايه؟ ورينا ازاي مش هتلعب، وريني ازاي انت، لا انت هتلعب، وحنفي وبين قوسين حنفي. بعد ما المباراه ما اتلعبتش، شكرا على الثلاث نقط، في انت قد ايه كسبان؟ هو في اي وضع شايف نفسه كسبان؟ في صحفي للاسف، مش عارف المفروض واحد يقول ده ولا لا، في عضو مجلس اداره في النادي كابتن احمد سليمان بيطلع مع الصحفي ده، بيطلع معاه في نفس القناه، طلع وحط بوست على الفيسبوك عنده على مجلس اداره نادي الزمالك، حتى ما احترمش ان هو بيطلع معاه في استوديو واحد، ونزل صوره من الفيلم ابن حميدو على قرار مجلس اداره، ان هو لما نزل الاخبار ان الزمالك هيلعب. هل ده اعلام؟ يعني لما تطلع من واحد مش اعلامي عادي، كجمهور عادي، لكن تطلع سيبك من كده، انت عضو مجلس اداره اللي انت بتتريق عليه ده، انت بتطلع معاه في استوديو واحد. صحيح. عشان كده انا يعني معرفش هل ينفع اطلب من كابتن احمد سليمان ولا لا، لو في استوديو او اي حاجه الراجل ده موجود، ما ينفعش. ما ينفعش الاثنين يجتمعوا في حاجه واحده. كابتن احمد سليمان هو عضو مجلس اداره في نادي كبير، نادي الزمالك. طبعا. ايا كان الصحفي ده اسمه ايه وتاريخه ايه، ما ينفعش ان هو يستهين بنادي كبير زي نادي الزمالك. طيب هنكمل كلامنا، ولكن هنطلع لفاصل قصير ونرجع نستكمل حديثنا مع كابتن احمد المرغني، ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدي زملكاوي في كل مكان، بجدد ترحيب بنجمنا كابتن احمد المرغني. قبل الفاصل كنت بتكلمني عن الانسحابات، والناس كلها يمكن قالت ان الزمالك هو الجانب اللي بينسحب من المباريات، فعايزينك تقول لنا بقى الجانب الاخر بينسحب من امتى؟ قلت لي البدايه من سنه 30، ودي قلناها خلاص. معاك الميكروفون. عندك سنه 55
نادي الزمالك كان متصدر البطوله قبل نهايه الدوري بثلاث اسابيع باربع نقط. والنادي الاهلي كان بيلعب الترام، والنادي والترام كان كسبان 3-1. النادي الاهلي انسحب. ايه اللي تتوقع كده ايه اللي ممكن يكون حصل؟ يعني ايه رد الفعل؟ الطبيعي. عايزك تقول اللي حصل عشان الناس مش عارفه. ما انا بقول عايزك تتوقع كده معايا. ما انت مش مفيش في الحته دي ما فيهاش توقع. الغي الدوري. اصلا. الغي الدوري. من بابه. من بابه. انت عايز الزمالك ياخد الدوري؟ مثلا. الغيه. ماشي. سنه 66 نفس القصه برضه، نادي الزمالك بيلعب النادي الاهلي. ونادي نادي الزمالك كسبان 2-0 والنادي الاهلي انسحب ومفيش اي عقوبه. هم الثلاث نقط بتوع الماتش وشكرا. حلو. سنه 71 ودي قصه حلوه بقى. بس اللي فاتت دي عشان ساعتها ممكن ما يكونش كان في لوائح. ماشي. بس نمشيها. حصل انسحاب. انسحاب بس. حصل انسحاب. ايوه بالظبط. انسحاب بس. عشان انا عارف بس في ناس بيتفرجوا علينا، خلي بالك مش الزملكاويه بس. اوكي تمام. اه لا انا عارف الكلام ده وايه. عندك سنة 71 والمباراة دي كانت السبب ان مباريات الديربي تتنقل لاستاد القاهرة، بدل ما كانت تتلعب في مخ في حلم زمورة والتتش بقت تتلعب في استاد القاهرة. سنة 71 ان الزمالك بيلعب الاهلي في ونادي الزمالك جاب الجون الثاني كابتن فاروق جعفر، فالحارس المرمى مروان الكنفاني بتاع النادي الاهلي خلى الجمهور ينزل الملعب، والجمهور عمل شغب ولاعيبة النادي الاهلي عملت شغب والجمهور ولع نار في الملعب. ايه اللي حصل؟ الغي الدوري. اه كان موقف نادي الزمالك ايه في البطوله دي؟ ايه؟ كان نادي الزمالك لا مش فاكر كسبان يعني كسبان في المباراه، في المباراه 2-1. حلو. الطبيعي الغي المباراه على على اللعيبه اللي عملت شغب وان هي خلت الجمهور ينزل الجانب بتاع الجماهير. الماتش يتحسب 2-0 لنادي الزمالك كان سحاب، يبقى في بقى عقوبات. اه لا الغي الدوري. ماشي. اللي بعده. تمام. عندك سنه 83 قدام الترسانه، النادي الاهلي ما راحش الماتش ولم وما تعاقبش، بل بالعكس المباراه اتعادت. سنه 88 قدام المحله نفس القصه. سنه 88 بقى اتحاد الكوره اتحل برئاسه استاذ حسن عبدول بقرار من الدكتور عبد الاحد جمال الدين، ورفض كابتن حسين مدكور لو كان لاعب النادي الاهلي في الخمسينات وكان عضو اتحاد كوره، رفض يتوقع عقوبات على النادي الاهلي ورفض ان هو يستكمل المسابقه اصلا، وتم الغاء المسابقه كلها. دي 88. 88. اه. ده بطوله الدوري. اه. ماشي. اتلغت المسابقه. حلو. 89 قصاد المقاولين النادي الاهلي ما راحش الماتش والمباراه تعادت وفاز النادي الاهلي برضه. 2002 نادي الزمالك انسحب. دي اللي فاتت دي ايه؟ انهي؟ المقاولين؟ المقاولين. اه. سنه 89 النادي الاهلي ما راحش الماتش. كالعاده اتحاد الكوره وقف في صف النادي الاهلي والمباراه اتعادت. حلو. مش هقول لك بقى لا اتعادت. اتعادت. تمام؟ بس الحمد لله ما لغوش الدوري. كان عندهم قلب المره دي. بص احنا وصلنا لمرحله ان الحمد لله ان الدوري ما اتلغوش. مثلا. ماشي اللي بعده. سنه 2002 كان في ماتش، كانت اول بطوله سوبر ما بين نادي الزمالك ومفروض النادي الاهلي. حلو. النادي الاهلي قرر ان هو ما يجيش الماتش وهينسحب ومش هيلعب. تمام؟ 2003 في البطوله العربيه ساعتها شارك المحله وزمالك كسب 2-1. بلديه المحله ولا غزل المحله تقريبا؟ غزل المحله. ساعتها غزل المحله. غزل المحله. كابتن عبد الحليم حط واحده في سقف الجول. لا اللي انت بتقول عليها دي كان في ماتش بلديه المحله نهائي الكاس. نهائي الكاس كانت في اخر سنه. فاكر كابتن عبد الحليم كان بلديه لكن المحله. السوبر مش فاكر مين اللي جاب الجول الاول، بس اللي جاب الجول الثاني كابتن حازم. لما خدها بيمين وراح شايط بشمال. لا انا كده افتكرت. الصوره الذهنيه. عندك سنه 2003 في البطوله العربيه النادي الاهلي برضه كان بيلعب وكان عايز يأيد الصفقات الجديده عشان هيلاعب نادي الزمالك، على الرغم ان قبلها بكام يوم كان بيلعب نادي الهلال وما طالبش ان هو يأيد صفقات او حاجه، بس عشان هيلاعب نادي الزمالك طلب، ونادي الزمالك كان قوي ساعتها في الفتره دي، طلب ان هو يأيد صفقاته الجديده. بس طبعا الاتحاد العربي ما وافقش، انت بدأت البطوله بسيستم لازم تيجيها بنفس السيستم، فالنادي الاهلي انسحب من البطوله العربيه. بالظبط. عندك 2012 نادي الاهلي في بطوله الكاس هدد ان هو ما يلعبش بسبب ازمه في الرعاه. ايه اللي حصل؟ لعب طبعا، لان كده كده اتحاد الكره وافق على طلباته. 2014 قبل انطلاق الدوره الرباعيه نفس الازمه بتاعت الرعاه، ونفس اللي حصل قبلها بسنه او بسنتين هو اللي حصل. اتحاد الكره رضخ لطلبات النادي الاهلي، واللي النادي الاهلي عايزه هو اللي حصل، والنادي الاهلي لعب. كان في برضه قبل ماتش الاهلي والاسيوطي، كان لسه الاسيوطي.
في الاسبوع السادس الاهلي قرر في بيان رسمي ان هو هينسحب بسبب نقل الماتش من بني سويف لملعب اسيوط، بس الاهلي في الاخر تراجع ولعب. عندك في 2014 برضو كان طالب في الكونفدراليه ان هو يلعب بجمهور، بس في الاخر تراجع ولعب. تمام. عندك في 2015 برضو كان في ماتش اهلي وزمالك ديربي، الماتش المفروض كان هيتلعب في الجونه، النادي الاهلي رفض، بس في الاخر اتلعب في برج العرب. عندك في 2019 ودي القصه الاشهر، لما كان نفس الموقف مشابه وطلع علينا احد الاعلاميين الكبار جدا اللي هو المفروض رائد الاعلام الرياضي في مصر، طلع وكان شايف ساعتها طلبات النادي الاهلي طبيعيه ومفيش حد بيزعل من النظام، لكن حاليا ان لازم اللائحه تتطبق ولازم العقوبات تبقى غليظه، وبدل ما هي 50 و100 و200 تبقى 500 ومليون. ده عشان نادي الزمالك هو نادي اللي الزمالك بيطلب، فيبقى في عقوبات. بالظبط. 2019 دي 2019. دي 2019 بالظبط. ساعتها كان النادي الاهلي هو اللي نفس الموقف مشابه تقريبا، هو اللي مش موافق، كانش عايز يوقف، كان في مؤجلات برضو وحاجه شبه كده. انا استوقفني مش اللي حصل، انا اللي استوقفني يعني المفروض دي كوبايه مثلا وكوبايه زيها هنا، فطبيعي لما اجي امسك دي همسك زي دي، ليه الاثنين زي بعض؟ صحيح. ما ينفعش والاثنين مثلا لونهم ابيض، مش هاجي اقول لا دي بيضه ودي رمادي، والاثنين نفس الوزن، ده مهم. وانا بالظبط، وانا شايفهم يعني انا عيني اهي. ايوه. وزي ما انا شايفهم انت شايفهم وفلان شايفهم وعلان شايفهم، فاشمعنى هقول على دي بيضه وهقول على دي رمادي؟ ليه؟ والمفروض ان احنا بيتبع لنا ان 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 هو حيادي مثلا، او ان هو ما بيفرقش بين الوان التيشيرتات، او ان هو راجل بروفيشنال بيلغي انتمائه على الهوا. طيب انا لما اجي اقارن الموقفين واحطهم جنب بعض، وده اللي بيعمله الجمهور، السوشيال ميديا ما بترحمش، ما بتنساش، كل حاجه مسجله، كلنا بنغلط. يعني مفيش حد ما بيغلطش، ما حدش ما عندوش غلطات، بس المفروض طالما الموقف شبه الموقف يبقى الراي هنا هو الراي هنا. بالظبط، ده اللي انا دايما بنادي بيه، دي حاجه اسمها الموضوعيه في الاعلام. يعني اول كلمه كده دايما بتدخل بالنا في سنه اولى اعلام، كلمه موضوعيه، قواعد المهنيه، كلمه الموضوع، دايما الكلمه دي خلاص بقت راسخه في اذهاننا. انت في بعض المواقف زي اللي بتقوله كده كابتن ميغا، ان لعيب مثلا كان اسمه اللي اسمه امام عاشور، اللعيب اللي اسمه اللي المفروض كان يبقى متربي في البيت، واللي المفروض يبقى فيه اهل بيعملوا ايه وكذا وكذا وكذا، فعش لعيب يبطل كوره. اللعيب اتبطل كوره في موقف عشان لابس ابيض، خد ايقاف قد ايه؟ خد ايقاف 12 مباراه، مرتين، مره ساعه السوبر بالظبط، ومره ساعه ماتش الناشئين. خد كام وكام؟ 12، مش فاكر التاني كانت حاجه 12 و8، وفي واحده 12 دي نزلت ل8. الناحيه التانيه لما لبس تيشرت لون مختلف، الموضوع بقى عادي جدا، بقى يتاخد بالاحضان. ولما جمهور نادي الزمالك يطلع يقارن المواقف، بقت تنزل صوره ويتقال اصل مر شهر على البطوله ال 12 للنادي الاهلي. كان في ده المفروض الاعلام الاول. ايوه المفروض الاعلام الاول، هي مش بالاقدميه بقى، احنا المفروض يعني الناس القديمه دي احنا نتعلم منها. لو هم ماشيين بمسطره وبميزان وبموضوعيه احنا نتعلم، لكن لما احنا نشوف تضارب في المواقف، موقف حاسب واحد هو الموقف، وتلاقي الراي هنا عشان لونه احمر يبقى بشكل معين، ولو لونه ابيض بشكل معين، لو هنا اللي بيطالب بيه اللون الابيض بيطالب بحاجه من حقه، فعش انتوا عايزين تعملوا ايه؟ انا عايز افهم ليه الطلب؟ اجتماع ورا اجتماع ورا اجتماع، والمباراه هتتلعب في ميعادها، ما اتلعبتش في ميعادها. الموضوع سهل جدا. طب انا ليه بحرج، ليه بأجج الفتن بين الجمهور؟ لان ده خلي بالك بيخلق كراهيه شديده جدا لما حد يستهين بقوة نادي الزمالك وبجمهور نادي الزمالك وبإدارة نادي الزمالك. لا، قوة كبيرة جدا انت بتخليها عندها كراهية للي بتشوفه دلوقتي من بوستات بقى على السوشيال ميديا من حد إعلامي مسؤول. الموضوع بيبقى صعب جدا.
بص للاسف الكذب بقى هو سمه حاجات كتير بتحصل. بمعنى دي كوبايه لونها ابيض صح؟ لو انا فضلت كل يوم اقابلك واقول لك دي لونها اسود هي عليك في وقت من الاوقات هتصدق ان هي اسود، خصوصا لو كل اللي قاعدين معانا في الاستوديو يقول لك لا دي لونها اسود، اول حاجه هتعملها ايه؟ هتشك في نفسك. بالظبط ده اللي بيحصل، ده اللي حاصل. ما انا بقول لك ده اللي بيحصل، ده اللي حاصل وبيحصل وهيحصل. بالظبط. نتمنى ان شاء الله ما يعني في المستقبل القريب ما نشوفش ده، ان فعلا نظريه انك تكرر الكذب بيبقى في الاخر بيبان للناس او للمتلقي ان هو حقيقه فبيسلم بيها. هو عايز يفضيلك دماغك. عايزك تصدق افكاره. عايزك تصدق الكلام اللي بيقوله على طول. وما بيغلطش، هو ملاك، هو يعني مع اننا بشر خطائين عادي. كلمه مبادئ، الكلمه كلمه مطاطيه بشكل كبير جدا. كلمه قيم ومبادئ، قيم ومبادئ. لذلك الجمهور المنتمي لهذا الكيان تلاقيه دايما يقول لك قيمه مبادئ. اقول لك على حاجه، يجي ساعه موقف مثلا زي انتقال لاعب معين شتم رموز هذا النادي، فتلاقيه يقول لك لا احتراف، فين القيم والمبادئ؟ القيم والمبادئ اللي انت كنت، لا ما دي ما فيهاش قيم ومبادئ، دي فيها احتراف. طب نروح الناحيه الثانيه، لا قيم ومبادئ. طب لعيب تاني مثلا مشي وكان عايز يرجع لك تاني، قيم ومبادئ. هقول لك على حاجه جميله قوي. لو انا حصل وانا قاعد معاك على الهوا دلوقتي تطاولت على احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، ايه اللي هيحصل؟ هتشتم وهتتطاول. والله احنا ما بنتطاولش برضه، بقول لك لو حصلت وده طبيعي ان انا ايه اتسلخ. ليه؟ لان حاجه عيب ان هي تظهر حتى على قناه نادي الزمالك، مش هقول لك بقى بعيدا عن، ما ينفعش. ولما نادي الزمالك عمل برقيه تهنئه لنادي الاهلي بعد بطوله افريقيا الاخيره، لما المفروض دي حركه شيك طبعا. حركة محترمة، لأن قبلها النادي الأهلي كان عامل نفس الحركة الشيك المحترمة دي. لما يطلع لنا أحد الأشخاص المنتمين وذو منصب في النادي الأهلي يطلع مش عاجبه الكلام ده، إن نادي الزمالك بعد، ويطلع يقول أصل ما ينفعش وكل واحد يخليه في ورقته، كل واحد يخليه في حاله. حلو. طب أنت قبل ما تطلب إن ده عدل القيع اللي أنت بتتكلم عليه، رئيس من غير أسامي، من غير أسامي، بدون ذكر أسماء، عدل القيع. لما تيجي أو المهندس عدل القيع يعني، عشان راجل كبير. لما تيجي تقول لي الكلام ده، فانا طبيعي عامل ايه؟ هراجع وراك، هشوف انت كمان انت في حالك ولا لا. فلما الاقيك بتقول في البرنامج بتاعك على عضو مجلس اداره في نادي الزمالك محتاج مراجعه للقوى الذهنيه، يبقى انا لازم نقف. لما يجي بعد التهنئه دي في لا تاني حلقه، كمان في تاني حلقه، خلي بالك بعد التهنئه دي، ويتقال على واحد من نجوم نادي الزمالك اللي مواقفه كتير جدا، ويتدس كده، خلي بالك برضو طريقه الكلام بتبقى بعنايه شديده جدا، والسم في العسل، اللي هو يقول لك احنا بنشكره طبعا بعد الحلقه الكبيره اللي عملها وتصريحاته كلها كانت كويسه جدا، ولكن واحد زي اللي اسمه شيكابالا يتقال كده؟ عارف انت اللي هو بيقول كلمتين حلوين بس اللي هو مترسخ عنده وبيوصل للناس اللي بتسمعه ان شيكابالا يتقال عليه كده. لا، كابتن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك ما ينفعش يتقال عليه اللي اسمه او واحد زي، لا ده قيمه كبيره جدا يعني جدا جدا. اذا كان بيتكلم على بالشكل ده، والمشكله خلي بالك ان محتوى، يعني هتلاقي عنده مثلا عنده محتوى البرنامجين هما اللي هو الجيل القديم والجيل الجديد. لما حصلت الزياره بتاعت مجلس اداره النادي الاهلي لنادي الزمالك، كل الناس قالت حاجه كويسه والعلاقه الفتره الجايه هتبقى كويسه، وشبه في تشاحن ما بين الناس وهنحاول نقلل الدنيا شويه. الفكره ان قناه نادي الزمالك انها كانت ساكته، ما بتتكلمش وما بتجيبش سيره حد تاني، صح؟ ده صحيح. اللي حصل الناحيه الثانيه النقيض تماما. انا بقول لك يعني ايه عضو مجلس اداره يتقال عليه محتاج مراجعه للقوى الذهنيه؟ انت كده بتقول عليه ده واحد مختل ومجنون. هل ده يصح في قناه كبيره بتاعت النادي الاهلي بكيان كبير زي النادي الاهلي يطلع رئيس شركه الكوره يطلع يقول كده على عضو مجلس اداره نادي الزمالك في ظل تهدئه الاوضاع ما بين الناديين؟ لا، ده اكيد شيء من عدم الاحترام يعني. اكيد انت كده يعني اللي بيعمله مجلس الاداره لو ده اتقال يبقى اتقال والله. لو اللي بيعمله مجلس الاداره هنا او هنا ان هو يهدد الدنيا، انت بتشعللها تاني. صحيح. لما تطلع تقول
بمناسبه بقى الحاجات اللي بتتردد كتير زي ما قلت لك موضوع الكوبايه ده، لما تطلع تقول ان احنا ما بنعملش كباري وما بناخدش لعيبه، سبحان الله يطلع عضو مجلس اداره يطلع كنا بنعمل وبنعمل وبنعمل. بس كل ما هو بيقول لك كده، هو ربنا خلي بالك كتير بيغلط كتير، وربنا مهما طال الشيء الغلط ربنا في يوم بيظهره. بالظبط. وبيظهره بمين؟ باللي عمله، بكان كادر جوه هذا النادي. تلاقيه يطلع يقول لك انا لو ايه اللي حصل، انا عبد الستار صبري سفرته بس كابتن كذا قال لي لا خلاص ما دام مشي شويه في الاحتراف خبيت فلان الفلاني واديته ورميت له موبايله وخليته ياخد موبايل تاني. حسني عبد ربه جبت لايمانويل عقد في المانيا. ايه ده؟ اقول لك على حاجه، عمرك شفت قبل كده حد اعترف ان هو تم قيده في الاتحاد المصري بعد غلق القيد اصلا؟ طبعا عارف، ولعيب ما شاء الله عليه يعني، لعب حوالي حاجه و60 مباراه في 7 سنين، ما كانش حد برضه يعني كان عليه خناقه. لا الحاجات كتير، الامثله كتير. خلي بالك قبل مباراه نادي الزمالك ونهضه بركان الواحد شاف حاجات غريبه جدا. يعني برضه احنا بنقول خلينا يا سيدي لما يبقى في مباراه زي كده، انا خليني في حالي اتكلم عن نادي الزمالك، لو الخصم بتاعي او فريق تاني هيلعب في مباراه او هيلعب في بطوله تانيه ما مش جيلش بالي، مش نفس البطوله يعني. فتلاقي قبل المباراه النهائيه مباراه الذهاب كان نادي الزمالك لعب قبلها مباراه سموحه، فيبقى محتوى البرنامج الرئيس في هذه القناه هو الكلام عن حاله تحكيميه في مباراه الزمالك وسموحه، ضربه الجزاء لحسام حسن، الضربه دي صح ولا غلط؟ يقول لك انا ماليش دعوه بزمالك وسموحه، ليا دعوه بالتحكيم. طب انت مالك بالتحكيم في مباراه الزمالك وسموحه؟ ما عشان وقبل مباراه مهمه لنادي الزمالك، مباراه مهمه لنادي الزمالك، زي ما بيقولوا بقى المصطلح اللي بيتقال دايما ده بيمثل مصر. انت شايف ان نادي الزمالك بيمثل مصر او بيمثل نفسه؟ ايا كان رؤيتك للموضوع، انت ليه بيبقى محتواك برضه على نادي الزمالك؟ ويجي حد مثلا يرد، وانا هنا في قناه الزمالك على قد ما بقدر برد على بعض التجاوزات دي او على معظم التجاوزات، مش بس في الاتجاه ده، تلاقي برضه قنوات تانية بتلاقي لعيب كان سيء جدا وسيء في كل شيء وما بيتذكرش غير بالسوء، تلاقيه بيتكلم على كابتن شيكابالا وعبد الله السعيد والمحتوى بتاعه بس هو ده. فتلاقي احنا شايفين فتنه بتحصل من ناس يقول لك بص في ورقتك، انا ما بتكلمش عليك وما اجيبش سيرتك. لا انت بتجيب سيرتي. لا انت ما بتجيبش غير سيرتي. غير سيرتي. انت عامل 3 برامج عشان بس تجيب سيرتي. يعني انت لو مسمي برنامج خط احمر، هقول لك على حاجه ثانيه الزمالك قبل ما انسى دي بس معلش، فالزمالك خطين حمر ان شاء الله هنعمل برنامج اسمه الزمالك خطين حمر. انا اللي انت عندك مذيع في قناه النادي الاهلي طلع اتهم مجلس اداره نادي الزمالك ان هو بيشتغل من تحت الترابيزه، في نفس الوقت هو بيقول ده احنا لما طلبنا كذا وكذا وكذا خدنا اللي احنا عايزينه وما خسرناش ولا بطوله. يبقى مين بقى اللي بيشتغل تحت الترابيزه، انا ولا انت؟ مين؟ لما انت تعمل حاجات بلسانك وتاخد كل تكتسح كل البطولات، يبقى مين اللي بيشتغل تحت الترابيزه؟ انا؟ لما انت تطلع تتفاخر ده انا شلت لجنه التحكيم، يبقى مين اللي بيشتغل تحت الترابيزه، انا ولا انت؟ صحيح. لما انت تتفاخر ان انت بتعمل كباري، يبقى مين اللي بيشتغل تحت الترابيزه، انا ولا انت؟ مثلا لما انت تتفاخر ان انا الجو العام كله ومؤسسات كتير بتساندني وبتحقق لي مطالبي، يبقى مين اللي انا لك ممكن واحد يطلع يقول ايه؟ يعني احنا دلوقتي في قناه نادي الزمالك وبرنامج الرئيسي بتاع النادي بتاع القناه، يا جماعه انتوا بقالكوا قد ايه بتتكلموا على حاجه معينه؟ طيب ماشي، راجع القناه الفتره الاخيره اتكلمت على ايه، على نفس الحاجات اللي شبه دي هنا. تمام، هتلاقي تقريبا انا تقريبا اللي باجي انكش تقريبا بس. او باجي اتكلم في حقائق. تمام، لو حد عايز يكذبني انا ما عنديش مشكله، لا دي حقيقه انت بتذكرها. بص الناحيه الثانيه، زي ما هتحاسبني حاسب غيري. بص الناحيه، انا قلت لك موقفين بس، موقفين حصل تطاول صريح
على عضو مجلس اداره. انا هنا احنا هنا تطاولنا على حد؟ لا طبعا مش عايزين ولا هنعملها بالظبط. لكن لما يجي حد يتطاول عليا لا احنا نرد عليه، نرد عليه الحمد لله الواحد بيعمله. وليه انت بترد عليه؟ ما هو انت لو شايف الناس دي بتتحاسب او بيتقال لها يا جماعه غلط، صحيح مش هقول لك بقى قول لها غلط، انت مش هتفتح بقى هتتكلم ليه؟ ما انت حقك بيجي لك، صح حقك جالك هتتكلم ليه؟ فانت دايما بتلومني على رد فعلي. صحيح. قبل كده كان بيتقال اصل القناه بيحصل فيها كذا وكذا، طب دلوقتي حجتك ايه؟ مفيش. لكن هو نهجه كده بقى انت ده اللي انا كنت عايز اقوله، هو ده اسلوبك اللي انت كنت واخد قبل كده حجه، ودلوقتي لما الحجه دي اتلغت فبتدور تنكش في اي حاجه عشان تكمل بنفس اسلوبك هو هو. علشان كده تاني وتالت لازم اداره نادي الزمالك وكل جمهور في ظهرها لازم يحارب على اي حق لنادي الزمالك والجمهور والمجلس ادارته. أميرة شرفتنا ونورتنا، ربنا يخليك، سعيد جدا باللقاء ده معاك. انا اللي سعيد ومبسوط، حاسس ان انا انطلقت من الكلام. حبيبي دي قناتك وقناه الزمالك، بيت كل الزملكاويه. ربنا يخليك، شرفنا ونورنا نجمنا الزمالك السابق احمد المرغني. انتهت حلقتنا من زملكاوي على ملقاء، ان شاء الله في حلقه جديده من زملكاوي.